اقول لكم احنا عنوان حلقتنا الطموح. طموح لازم يبقى عندنا طموح، لكن خلينا في البداية اقول لكم المشكلة اللي جت. المشكلة اللي جت بيقول يا دكتور انا عندي 28 سنة مش عارف اعمل ايه. وصل ل 28 سنة بقولي مش عارف اعمل، يعني ماشي هجيب وظيفة، حاجة هأكل بيها، هفتح بيها بيت، ايجار على قد المعيشة وشكرا. فكل ما يتقدم لواحدة ويقول لها الموضوع ده شكرا مع السلامة متوافقش. الولد خلقه جاي جدا، متعلم، روتيني في وظيفته، عادي وظيفته، الاستقرار يعني، مش خلاش نقول كلمة روتين لأن روتين دي بتتعب الشباب شوية، خلينا نقول مستقر في وظيفة بتدر عليه عائد معين بسيط يقدر يفتح بيه بيته إيجار ويأكل ويشرب وشكرا. البنت لما بتيجي تشوف المستوى ده تقول لك لا ليه، مش عشان هو دخله قليل، لا 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 لا، ما عندوش نظرة للمستقبل. وده اللي قاله، قال انا 28 سنة ما عنديش طموح. ليه ما عندكش طموح؟ واقف محلك سر. ليه ما عندكش طموح؟ علشان انت مش عايز تتحرك، انت واقف محلك سر مش عايز تتحرك، مكتفي بالامان الوظيفي اللي معاك او الامان الحالي اللي انت موجود فيه، بس ده مش هينفعك ولا هيجر معاك في المستقبل، بل بالعكس ممكن ينزل مع الاسعار بتعلى لو زيادة في المرتب حاجة بسيطة. الحياة اللي احنا فيها حاليا حياة سريعة جدا، سرعة جدا، لو انت ما طورتش نفسك بنفسك ويبقى عندك هدف مرحلي ومستقبلي لكل مرحلة انت بتمر بيها، انت واقف زي الريم اللي على المية ملوش اي 30 لازمة. ما بتطورش نفسك في مجال عملك وتشوف ايه الجديد، ما بيطلع واحد يعمل زيك، طب ايه اللي ميزك؟ اجيبك ليه هنا تشتغل معايا؟ الا اذا كان عندك تكاية جديدة، عندك حتة إبداع جديد، عندك رؤية مستقبلية جديدة. 28 سنة وانت مش عارف تعمل ايه؟ بس ما ينفعش. حلقتنا النهاردة تعالى اعرف معانا ازاي بقى عندي طموح، وازاي الطموح، بصوا الغلطة، ازاي الطموح ما يودنيش لفشل، كارثة لو ما عملتوش اللي انا قلت عليه النهاردة، ولو ما استعناش بالله. وازاي الطموح يبقى انا راضي، انا باخد بالاسباب، جه الدنيا ونجحت وعمل جميل، ما جاش، وايه العرب عرفوا الطموح ازاي؟ كل الكلام ده هنعرفه النهارده في حلقتنا. تعالوا معانا عشان نطلع بره دايره محلك سر والانسان الالي اللي ماشي في وظيفه ومش عارفه وايه، ونطلع نخش في دايره ايه، انا عندي طموح ومستقبل وعيني شايفه قدام انا ناجح ازاي. يلا بينا على حلقتنا. بصوا الطموح، بيقولك الطموح ده مستوى المرء بيبقى عايزه او عايز يوصل ليه، ده طموح في الحياة، وهو من خلال العمل ده بيقوم بانجازات، مثلا اعمال يومية او بيحقق اهداف هو حاططها، سواء استراتيجية او شهرية او سنوية او ايا كان، وبيعوز يوصل للمستوى ده. الطموح ده تعريف. تعريف تاني بيقولك ان الطموح اصلا بيختلف من الافراد من حيث الهدف، انا واحد بختلف على التاني، انا هدفي خلاف التاني، او من بيختلف من الضغوطات والصعوبات اللي حوالينا، نقول هنعمل فيها ايه النهارده، او انا اعمل الهدف ازاي واعدله يبقى مرن ولا مش مرن ولا مزمن ولا غير مزمن، كل الكلام ده برضو هنعرفه النهارده. الطموح كمان ممكن نقسمه لانواع كتير، منها الطموح على مستوى الفرد، الطموح على مستوى المجتمع اللي بيسعى لتحقيقه، أو الطموح الاجتماعي اللي هو نوع بيتعلق بطموحات الجماعات والشعوب، وانت عايز توصل ايه ما بين الدول وبعضها. طبعا طموح الشعوب الفقيرة بيختلف عن الطموح الاجتماعي، بيختلف عن طموح الشعوب المتقدمة والاختراعات، وان احنا نبقى مش عارفة طالعين ناسا ونعمل لنا قمر ونعمل لنا كوكب بتاعه، كل واحد بيختلف. الطموح الفردي هو الطموح اللي بيتعلق بشخص واحد بس، اللي هو أنا عندي طموح ولا لا.